برجع بيطلع هو في في 5 دقايق 10 دقايق بدك تشاطر ها اقل هسه هلا عندنا بس في فضاء يعني في ضوء والقمر مبين انه مخسوف والاضاءة منيحة يعني مش محتاجين Thank you.
احمد Thank you.
Yes, sir. Hello, السلام عليكم. Yes. Yeah, we are on the Corniche and the moon now. We have about 20 minutes left for the lunar eclipse to end. So you can just look at the moon. You look at the moon, you will find it in the sky. Just to see it eclipse. We are 300 meters before Costa, just next to the ships. Next ship here before Costa. Yes. صوروا مع الطيارة، صوروا مع الطيارة. باش
بلی دلدار بمباردومان بردوام او حتی زیده ترش بوی او گوری دقیم بوری کلیم بوری ویگاوی زیده تر بوی او هر وحا دنگ تقیاجی زیده تر بوی دیارکو شر سرزمینی جی هر کدوچه خورتر دبد دنگ توپخانه این ترکیه و توپین تناویتن حتی لیره دیگه همه که هر کدوچه جی وکم گوتی کلی کلی زیده تر دبد دلدار یعنی خطه که دیارکو چند گیرکن او نزدیکی دو ساعتان زیده تر بردوام تنه تو باران کردن یعنی وکو موقعی که منطقه که توپخانه هم بخو کریا آرمانچ او لیددن جیه که استراتیجیکه دلدارش برکو نزدیکی گنده گل بابایا گل بابا چند روزه که هم بحثیدی کنو ما دنوچه خود لایوین خود ما بحثا بیکید کرد که چند روزه که تایبتی بشو اندام ارتش آزاد یا سوریه ج گری قستل و در دور گند قستل جندوش وید Thank you.
في مدار حول العالم يرادف الحوض إليه يعني على الأرض إلى الأرض لذلك يسمى القمر العملاق. في هذا اليوم يتراوح 360 ألف كيلومتر. في العادة يتراوح عن القمر بين 356 ألف كيلومتر إلى أبعد نقطة 406 ألف كيلومتر. فإذا صدق إنه يكون البدر في الحضيض يسميه القمر العملاق، شرط إنه يكون بدر. كذلك الظاهرة الثالثة وهي ظاهرة الحسوف هي مرور أو عبور القمر في ظل الأرض عندما يكون بدرا، يكون الأرض لها ظل في الفضاء ويدخل القمر في ظلها فينحجب عنه أشعة الشمس المباشرة فيسمى الخسوف. إذا انحجب كاملا يسمى خسوف كلي، إذا انحجب جزئيا كما هي الحالة الآن يسمى خسوف جزئي، وتبقى بعض الأشعة المتسربة من الهواء من الغلاف الجوي تصل القمر، لذلك يصبح لونه أحيانا يسمى قمر دموي أو يسمى لون القمر أحمر أو برتقالي أو أصفر حسب نظافة وصفاء ونقاء الغلاف الجوي في ذلك في تلك الحالة. أحيانا يكون في براكين سبقت الكسوف، البراكين تعمل على تنبيه الغلاف الجوي مما يجعل لون القمر يعني كمية الأشعة أشعة الشمس الواصلة للقمر قليلة جدا قد يميل إلى اللون الأحمر أو يميل إلى اللون الأبيض. بالنسبة لهذا اليوم هذه الظواهر الثلاثة القمر الأزرق والقمر العملاق والكسوف أشرح القمر مكسوفا لم نرى المرحلة الكاملة إنما كان هناك غيوم، هذه الغيوم لا تؤثر بالنظر، يبدو واضح من أن كمية التنوع في الغلاف الجوي قليل لأن لون القمر الآن يميل إلى البرتقالي، يعني بشكل عام أظن أن هواة الفلك والفلكيون في العالم شاهدوا خسوفا واضحا في هذه الليلة، وكل الناس الآن أي إنسان يشاهدنا الآن يعني يرفع رأسه إلى السماء يستطيع أن يرى القمر يمكن أن يرى الخسوف، يعني الخسوف ظاهرة لكل الناس الذين يظهر عليهم القمر مرئيا فوقه. Get the truck.